مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بين عربي شرح اليوم على اليوتيوب، وتحديدا عن سؤال ورد من أحد المتابعين عن طريقة نقل قناة اليوتيوب من هاتف إلى آخر. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أنه تشتركوا أو حبيت أن تنقلها من هاتف إلى آخر. في بداية الطريقة تكون جدا فعالة. خلي أدخل من داخل الإعدادات أشرح لكم طريقة النقل. حتى نحول قناة اليوتيوب من هاتف قديم إلى هاتف جديد، راح أدخل على الجيميل وأدخل بالأعلى، يظهر عندي هنا إضافة حساب آخر، أدخل عليه راح يظهر عندي هنا الحساب، هنا جوجل أو آي كلاود أو بقية أنواع البريد الإلكتروني، فأنا أدخل على الجيميل لأنه هو حسابي جيميل. أدخل على متابعة، أضيف البريد الإلكتروني وأضيف كلمة السر. هنا أضفت البريد الإلكتروني والتالي، وأضيف كلمة السر والتالي، راح يفتح الحساب عندك. بعد ما يفتح الحساب الآن راح يكون دخل على البريد الإلكتروني. تشاهدون هنا نقلة القناة، تم استرداد الحساب بنجاح والنقلة هنا. الآن نقل البريد الإلكتروني، كيف راح ندخل على القناة ونحولها على اليوتيوب؟ أدخل على اليوتيوب، وهذه قناتي، فقط هنا تبديل الحساب. راح تختار هذا الحساب وتبدله. بعد ما بدلت الحساب صارت هذه القناة هنا موجودة بهذا الهاتف الثاني. أتمنى أفيدكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. نقطة واحدة حبيت أقولها، إنه يوتيوب ستوديو ضروري تنزلوا حتى تتفاعلون ويا المتابعين. رسائل ما يحتاج كمبيوتر. هذا هنا جدا ممتاز اليوتيوب ستوديو، وأنا شارح لكم عليه، وهم راح أنزل إن شاء الله شرح عليه بالضبط إيش راح تعملون كل خطوات القناة. أتمنى نهاية الفيديو مرة أخرى لا تنسوني الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. مع السلامة.